مساء الخير. احنا الان متواجدين في منطقة يمرة في مجمع سفير. جينا نصور شقة 3 غرف صالة، مساحتها 165 متر مربع. في كل دور زي ما احنا ملاحظين ثلاث شقق، شقتين امامية وعندنا شقة خلفية. وصلنا احنا الدور 11، في كل بناية موجود مصعدين. احنا حاليا بنصور الشقة رقم 35 في الدور 11. اول ما ندخل الشقة عندنا المدخل من هنا زي ما احنا شايفين، نجي هنا على اليسار نشوف الابواب. المنطقة هذه المدخل على طول نقدر نحط فيها دولاب خاص بالأحذية والعبايات. يسارنا على طول الصالة، مساحة الصالة ما شاء الله كبيرة ما شاء الله تبارك الله. الشقة كلها مزودة بتدفئة مركزية زي ما احنا شايفين، واجهة أمامية مطلة على البحر وعلى الطبيعة، يعني شيء رائع جدا. اطلالة على الطبيعة واطلالة على البحر، يعني اطلالة خرافية ما شاء الله تبارك الله. في مخرج البلكونة من الصالة، البلكونة مشتركة بين الصالة والمطبخ والغرفة الأولى. بلكونة كبيرة ما شاء الله تبارك الله، جاي على شكل L زي ما انتم شايفين، بلكونة كبيرة. يعني عندنا 3 مخارج البلكونة، بلكونة مشتركة بين الغرفة هذه والمطبخ والصالة. تعالوا نلقي نظرة على الإطلالة، تفضلوا شوفوا معنا الإطلالة. إطلالة لحالها بتحكي، يعني داير مدار في إطلالة، إطلالة على الطبيعة وعلى البحر، يعني شيء ولا أروع. نجي هنا من الطرف الجانبي برضو نشوف إطلالة على الطبيعة. يعني شقة خرافية ما شاء الله تبارك الله، في منطقة حيوية، منطقة يمرة. يعني إيش ما أقول لكم، في المجمع موجود سوبر ماركت، موجود مسبح، بوابة إلكترونية، خدمة 24 ساعة على مدار الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك جواهر مول تقريبا لو رحنا بالسيارة 3 دقائق، برجولنا تقريبا ممكن 10 دقائق. الساحل قدامنا زي ما احنا شايفين، ساحل البحر الأسود. بالإضافة إلى ذلك ورا جواهر مول عندنا الشاطئ خاص بالعوائل، شاطئ سباحة. المسافة بين الموقع والمطار 7 دقائق، وبين الموقع والميدان 10 دقائق. نكمل تفاصيل باقي الشقة. الأرضيات كلها زي ما احنا شايفين باركيه درجة أولى. مقابل الصالة عندنا الحمام الأول أنتم بكرامة زي ما احنا شايفين. نجي هنا يسار الصالة المطبخ، عندنا المطبخ ما شاء الله دواليبها راكبة جاهزة. زي ما قلت لكم في مخرج البلكونة من المطبخ أيضا. نطلع من المطبخ نجي هنا على الغرفة الأولى، وهذا المخرج أيضا زي ما قلت لكم، البلكونة المشترك بين الغرفة هذه والمطبخ والصالة. إطلالة الغرفة هذه أيضا على الطبيعة. بجوار الغرفة هذه الغرفة الثانية أيضا إطلالتها على الطبيعة. مقابل الغرفة الثانية وأنتم بكرامة الحمام الرئيسي الخاص للشقة،
عندنا مروش نظام جاكوزي، عندنا كلوزيت والمغسلة. نجي أخيرا هنا على غرفة النوم الرئيسية، غرفة النوم الرئيسية الماستر. ما شاء الله مساحة الغرفة جيدة وإطلالتها أيضا على الطبيعة. شقة رائعة جدا. وغرفة الماستر أيضا ما ننسى لها دورة مياه خاصة فيها، مروش، وعندنا المغسلة. يعني شقة ما شاء الله تبارك الله، نقول الكمال وجه الله. الشقة إطلالتها وكشقة رائعة في منطقة حيوية جدا، منطقة يمرة، يعني ما أحكي لكم على الإطلالة. يعني رجعت لكم مرة ثانية بالتصوير على الإطلالة عشان تستمتعوا بالإطلالة. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.